طيب علا بقى معانا النهارده، وعلا عامله لنا صنف من الاصناف انا عرفت قبل الهوا، اللي هو فكرنا بزمان امهاتنا وجداتنا لما نقول لهم عايزين حاجه حلوه فيتصرفوا في البيت كده ويعملوا لنا صنف حلاوه المعلقه ولا ايه؟ هو ايوه الصنف النهارده حلاوه المعلقه اللي هو سد الحنك. ايوه وجميل قوي قوي. هو واحده منه فعلا بتقوم بالواجب وعامله طبعا وجبه عائليه كده مصريه اقتصاديه، عامله بطاطس مكعبات بالدمعه، وعامله رز بالشعريه، وفاخ صدور فاخ مشويه، وسلطه وحلوى المعلقه. الله، عارفه هو الغداء مقدما غدا الحلو اللي بيدفي ده في الشتاء. ايوه البطاطس كده المكعبات وبعدين اهم حاجه بعدها سد الحنك دي، حلاوه المعلقه وسد الحنك. شوربه عدس بعد كده احنا عايزين مره شوربه عدس ان شاء الله. حاضر. كل انواع الشوربه في الشتاء ده حاجه اساسيه، وطبعا اولهم شوربه العدس طبعا. برحب بيكم مره تانية مشاهدينا ومتابعينا، واحنا النهارده بنقدم لكم، او الشيف علا بتقدم لكم اكلات شتويه بسيطه جدا ممكن تلاقيها في اي بيت مصري، بس هي الطعم بيختلف. يعني ممكن يكون عندنا رز بالشعريه بس هنا ريحته وطعمه مختلفين. بطاطس اكله شتويه قوي. وايه تاني يا شيفان؟ حلوى المعلقه. لا حلوى المعلقه دي خليها في الاخر، ده موضوع كبير ده، بسيط وكبير. وفاخ مشويه على الطاسه. بجد من غير مجامله هقول الحاجه اللي هي مش واصله للمشاهدين، الريحه. الريحه يعني تسلم ايدك. تسلم. الريحه رائعه. الاكل بتعرفه من قبل حتى ما يستوي يتحط على النار من نظافته. تلاقيه مزقزق نظافه كده، يلمع كده نظافه. يخليك تسلمي. عايز اقول لك الرز بالشعريه اللي هو ابسط حاجه موجوده النهارده. على فكره هو الرز بسيط جدا، بس في ناس ما بتعرفش تعمله. ليه؟ يعني انا دايما بحب اعمل الرز ايه؟ انا هجيب مثلا نص كوبايه شعريه او ربع كوبايه شعريه على كوبايتين رز مصري عادي. ربع كوبايه الشعريه بحط عليه معلقتين سمنه ومعلقه زيت. ممكن نوع السمنه مثلا؟ انا بدور على السبب مش عارفه. هي الزيت بيدي فلفله للرز وبيدي له لمعه. اوكي. وبيدي له لمعه. زيت نباتي ولا زيت زيتون ولا؟ لا زيت نباتي. زيت زيتون لا. اوكي. بس بحمر في الشعريه وبحط لها الشوربه، احنا متفقين ان احنا بنشيل شوربه عندنا. ايوه انا اللي دايما اقول الجمله دي، لازم يا جماعه نشيل شوربه عندنا. بس بحط الشوربه يعني كوبايتين رز وربع كوبايه الشعريه، بحط لهم 3 كوبايات شوربه. اوكي. خلاص؟ وبحط الملح بتاعي عادي، وتغلي لازم تغلي. اقوم حاطه رز يقوم لازم يغلي. يغلي غلوه اوطي عليه ويبقى مفلفل بالشكل ده. الله عليكي. بس ونقول في الاخر الزهر بموضوع النفس ده حقيقي. جميل. لا طبعا يعني دي حقيقه، يعني مش كلام. بس متفقين من اول خالص ان الحب اقف بالحب، اشتغل بحب كده. لكن اقف متضايقه الزهر حلوه. ايوه هتبقى الدنيا جميله، بيدي حاجه للاكل كده مش حلو. طيب والبطاطس بقى مدفياني يعني منظرها كده لوحده اكله شتويه. والبطاطس دي بالذات دايما يعملوها اهالينا في البلاد في الفلاحين يعني. ايوه. البطاطس انا بحط معلقتين ثوم مفروم وبحمرهم برضه في السمن، وبعملها بسمن بقى مش بزيت. سمنه سمنه البلدي جميله. اوكي. بس وبعدين بحط عليهم كوبايه عصير طماطم، وبحط بعد ما تغلي كوبايه العصير طماطم بحط نص كوبايه او معلقتين معجون صلصه، واحط كميه الشوربه بتاعتي على قد البطاطس. انا عامله كيلو بطاطس، ما احطش غير مثلا كوبايتين شوربه كفايه قوي. تمام. عشان ما تبقاش يبقى الدمعه مفيش ميه خالص القصه، تبقى لا هي الشوربه. شوربه بس. بس بحط البطاطس تبقى مفيده بقى. وملح وفلفل بقى ويعني جنزبيل كده حاجه بسيطه، جوزه الطيب حاجه بسيطه. حاجه بسيطه خالص. عشان ما تعملش مع تمام. بس. لو عندي بقى كمان قطع لحمه كده جميله شوية. بس احنا النهارده عشان هنعمل فراخ فما عملناش لحمه على البطاطس. ايوه احنا قلنا نقتصد، وممكن يعني على فراخ ممكن على بط. الفراخ بقى برضو طالعه منك. بصي انا ملاحظه انت مقطعاها تخين. دي صدور. ايوه صدور صح؟ ما شاء الله عليكي. دي لا ملحوظه لا حلوه. خلاص بقى احنا اتعلمنا بقى ملحوظه حلوه. ايوه الصدور الفراخ انا بحبها سميكه، طالما هشويها يبقى تتعمل تتقطع سميكه. ايوه ليه؟ عشان ما تتبهدلش معايا وانا بشويها. أيوة. او بعملها في الطاسه او تنشف.
أيوة. يعني دي او لما اجي اكلها عارفه زي ما بنقول كده ايه بتقطم. ايوه هيبقى ليها قطمه كده. قطمه كده ايوه. احس بطعم الحاجه والتتبيله. هنا بقى التتبيله مهمه. انا بقى هنا التتبيله انا بحط روزماري، بحط روزماري، توم، توم عادي مش بودره، بحط ليمون، خل، ملح، جوزة الطيب، زيت زيتون. زيت زيتون هنا. ايوه بقى. زيت زيتون، مش بقى زيت الزيتون مع اي اكله في اي حاجه. لا 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 لا, لا, لا. زيت زيتون. وعلى فكره انا هقول لك انا بعمل زيت الزيتون ازاي. بس انت بتعملي زيت الزيتون؟ يعني ايه بقى؟ انا اعرف ان انا بجيب زيت زيتون جاهز وخلاص، بحاول اختار نوع حلو. لا هقول لك بقى على فكره حلوه قوي قوي، انا خدتها من ناس في بورسعيد. الزيتون في الموسم بتاعه بنجيبه نغسله حلو وننشفه حلو ونكسره. زيتون اسود عادي؟ زيتون اخضر. اخضر؟ اخضر. لا نحدد بقى، المعلومات دي مهمه جدا. زيتون اخضر. وادقدقه اكسره واحطه في بطرمان، واجيب زيت يكون زيت نظيف جدا. زيت عادي نباتي؟ مش هقول اسم يعني. بس الزيت حاجه درجه اولى يعني. زيت درجه اولى. درجه اولى زيت يعني. اوكي. ايوه. احطه بقى على اغطي البطرمان كله بالزيت. اوكي. مش هحط ميه خالص. خلاص غطينا البطرمان كله بالزيت، اقفل عليه واحطه في كيس اسود واسيبه مثلا شهر او شهرين. شهر او شهرين. شوفي بقى الزيتون، زيت الزيتون وجماله بقى. ولازم برضو الزيتون الاخضر اللي انا نقيته يبقى نوع مفروض كويس. بصي مش شرط، هو زيت الزيتون عامه فيه نسبه زيوت. نسبه الزيوت دي بتنزل في الزيت نفسه. ايوه. بتخلي الزيت يحل محله زيت الزيتون. الله عليك، يبقى جميل. صدقي اول مره اسمع والله وصفه ان انا اعمل زيت زيتون. انا واخداها من ناس بورسعيديه ما شاء الله عليهم. اولا نوع السمنه مهم جدا. ايوه. وانها تبقى سمنه بلدي. زيت الزيتون لما استخدمه يبقى زيت زيتون يعني، يا ريت يبقى بيت زي اللي انت بتعمليه. ايوه. الحاجات دي يا جماعه بتفرق قوي يعني. غير بقى البهارات، رشه الجوز اللي حطيتيها. ايوه. في تكات كده بتخلي الدنيا جميله. جديد عليا برضه. لا تسلم ايدك. تسلم. واحنا فعلا بنستفيد منك المعلومات الصغيره، دايما اقول انها مهمه جدا اكتر حتى من المعلومات الكبيره او الوصفه نفسها. ايوه. احنا هنسيبك مؤقتا، هنرجع بقى نعرف موضوع حلاوه المعلقه. ايوه. تفكرينا بيه، ريحتها طلعت. ايوه. مش ممكن. لا والحادق مع الحلو عامل كده مزيج رهيب. احنا في البدايه هم محمصين الدقيق في سمنه. اوكي. بس عشان بعد كده نقول بقى هنعمل ايه. جايين لك شفاله. احنا عندنا تقرير. أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم مرة تانية، برحب بزميلتي العزيزة دعاء دنجيد والشيف علا فتح الباب، ونشوف إنتاج مطبخ طعم البيوت كان إيه النهاردة. أقول لك إيه منى، عايزين نبدأ بحلاوة المعلقة. طب أنا عايزة أبتدئ ببطاطس والرز، أنت بتبتدي حلاوة المعلقة. أصل أنا اتكلمت شوية عن البطاطس والرز، ما اتكلمناش خالص عن حلاوة المعلقة، عايزين نضمن إن الناس تعرف الوصفة بتاعت حلاوة المعلقة. حلاوة المعلقة أنا بجيب 3 معالق سمنة بلدي. أيوة. خلاص، وأحط عليهم مثلا 4 معالق أو 5 معالق دقيق. أيوة. وبحمصهم على البوتاجاز. الله. اللون ده تحميصة. أنا شفت التحميصة دي. أيوة. خلاص أحط معلقة سمسم. أيوة. وأقلبهم حلو، وبعد كده أجيب كوباية مية واحط فيها 5 معالق سكر وفانيليا، اقلبها وابدا انزل عليهم ايه لغايه ما يبقوا في السم كده. ايوه. بس اقواها بقى. انت عاملاها شكل الزلابيه ولقمه القاضي. ايوه. ممكن بالمعلقه كده يبقى شكل. قلنا زمان فعلا عشان كده سمينا حلاوه المعلقه. ايوه. ناخد شكل شيب المعلقه كده. أيوة. ونبطط ونحمر في النار. الاكل انا عايزه اكله. انا سايبك عماله اتكلم عن حلاوه المعلقه. البطاطس حلوه قوي والرز حلو قوي. الف انا قلت لها الرز بوصله بالشعريه بس بوصله بالشغل من انا عماله اكل بس فعلا حلو قوي. ايوه ايوه. ملانه والشفا. الله يهنيك. انا قلت لك ايه؟ قلت لك هو رز بالشعريه يعني حاجه بسيطه. لكن لا مش بسيطه خالص. في تكات كده لازم الواحد يحاسب عليها. يعني الشعريه لازم تبقى محمره كده هو. أيوة. لازم نحط معلقتين سمنه ومعلقه زيت على يد مفلفل على يد. ايوه. طب الميه تبقى بتغلي قبل ما نحط او الشوربه بتغلي قبل ما نحط الرز. لا انا اؤكد لكم اعزائي المشاهدين وزمايلي هنا في الاستوديو، فعلا البطاطس حلوه قوي والرز حلو قوي. بالثوم جميله كمان. انا ما دقتش حاجه، هو في طبق قدامي مفيش طبق قدامي. طب عايزه اقول لك والفراخ حلوه.
وطلع بقى ان مهم قوي نوع السمنه، الشوربه تبقى عندك أيوة في طبعاً البيت. طبعاً التفاصيل الصغيره اهم من انك تاخدي الوصفه عموما. ايوه كده احترمت ده ودقته باخلاص. لا انت شاطره في الدوقان قوي. انت عارفه ان علا الشيف علا عامله زيت زيتون بيتي؟ ايوه. لا بتهرجي. عامله بيه الفراخ؟ اه والله. ازاي بقى زيت زيتون؟ انا قلت ان انا بجيب الزيتون الاخضر وبغسله حلو وانشفه واقصاه واحطه في بطامان واجيب عليه زيت نوع نظيف قوي شفاف اقفله بيه واسيبه لمده شهرين في مكان مغلق. بحيي زميلتي العزيزه دعاء عبد المجيد والشيف المتميزه علا فتح الباب. ربنا يخليك. حقيقي سعدت بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ويا رب سنه سعيده على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا منى، انت كمان شيف علا طبعا تسلمي ايدك وبتفيدينا دايما بالمعلومات الدقيقه الجديده، وبشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا النهارده، وان شاء الله نلتقي على خير نفس فريق العمل الاسبوع القادم. شكرا والى اللقاء. زيني وناسة وتجراس عم بترن بعيد، ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. أصحاب الهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة